شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل صباح الخير يا امي. صباح الخير يا وجه الخير. ما احلاك وما بن ريحتك. يحلي ايامك يا بابا. خمسة وخميس محصن مضمن، خمسة وخميس على هالقد وعلى هالوهرة وعلى هالزين يا بابا. يعيش يا اكبر واعز طبيب نفساني في الدنيا. اي بابا نجيب لك قهوتك. لا 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 ما يسالش امي، كمل قهوتك انت قبل. اقعد 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 خويا اقعد. قل لي زينوبة مرتك فايقة بهالشبوبية الكل؟ بجاه ربي شنو اللي باش ينقص منها كي تقوم نهير بكري كيف النساء وتتلهى باش يزيدك وش ينقصك؟ واحدة أخرى غيرها راهي كانوني عجعج وشق وداد وهي تزغرت على راجلها. أقل شيء. شكون كيفك يا بابا؟ أندادها يحلموا باش ياخذوا سبيكاتر كيفك. نقولوا بسيكياتر يا مي فضيلة. لا نقولوا بسيكوثيرابوت، بسيكوثيرابوت. لتوا ما حفظتوها. السبا قمت بكري اليوم. سمعت بيك عامله حلال مع الصباح يا مي فضيله. يا اخي قمت نجم. يا لطيف انا اليوم طيبه نواصر بالعصبين. شهوه فاطمه بنتك. انت تعرف العصبين ما؟ انا ننشدوا برا. خاطر يا ذنوبي كان تعرف تفقس عظمه. قولوا لي البنات يا اخي مازالوا راقدين؟ اماني تحضر في روحها. وفاطمه مشيت نسال فيها قالت لي راسها يوجع فيها. سليمان. نعم امي. كان تحبني وتعزني علق هذا فوقك وما تنحيش. شنو هذا يا امي؟ شنو هذا؟ توك يا امي انا تعرفني بتاع حروزات وتبرع وانيه. ما كتشكي ما قلت المرضى. علق هذاك وتفكرني. اذا كان ما ينحي لكش التابعه انا ما عادش نتسمى فضيل. يا امي عيشك ربي فضلك، قداش نعاود لك من مره؟ اللي المساله ماهيش مساله حروزات وتبرع واني. ما عنديش برشا مرضى على خاطر الطب النفسي، يعني مازال ما دخلش لعاداتنا. الانسان اللي يمشي يشوف طبيب نفساني يظنوه العباد كانه هكا هبل. على كيف انا فاكس على مصلحتك. حكايه ما جبتهاش من راسي انا مجربه. وانت ماك من الصغر راسك صحيح، ما تعمل كان اللي يقول لك عليه مخك. نمشي نجيب القهوه. هكا تا مسلومه هكا ما تخش بخاطر مايمتك. فاش زادة؟ في الحرز تي حطيته خلي دور لك الدولاب. علاش ما تاخذوش انت هكا تدور بيه الدولاب نتاع البوتشيك نتاعك؟ حتى انا كيفك الناس لتوا ما سنست بسلعة الفينو. قال شنو غالية؟ لا ما حقوش. كنهار شوفيك حاطة في الفترينة فاز ب 290 دينار، شمعة ب 10000. اشكون هالمهبول هذايا اللي باش يحط حق فاتورة ستاك في باكو شمع؟ انا الشمع متاعي امبورتي، زيد وقت اللي يشعل يصيب ريحه فاوحه. انت حتى في الخارج سمو غالي راه. لا هذاك في الخارج خاطر ناقصين رواح، مش كيفنا احنا هنايا. كيما ريحه القهوه البنينه نتاع امي. هات هات. بالشفاء والهنا لولدي. حتى هي بالهيل وما دراك. يعيشك. زينوبه انت تعرف تصمت العظم. حطيت كتيبه عظم عربي تتصمت لسليمان، رد بالك عليها نوصل الفطور اسبوعي ونرجع. نهارك زين. بشويه باش تكملي القهوه. اي تشاو ماما تشاو بابا. هكاك خارجه من غير فطور؟ لا 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 ما عادش فكر عليا. اي اون بلوس نعم في ريجي. يا لالا
اسبوعي اسبوعي قوم عايش ولدي فيقي عايش وليدي القهوة عندها بردت يا ولدي قوم يا هديد حليت توا الباب وقمت ما قلتلكش معاش سكر من داخل يا ستار استر على الصباح محرش عينك صباح الخير يا عز صباح الخير عامل بيجي شنو كلك بالنفس صباح الخير امي فضيله نهارك زين بيقي اسبوعي عامل فيك في القومينه من اللي صغير مشيح لي ريق هاك ترى لو كان خوه يمشي للبيرو ما يلقاهش الدنيا تشنق قل لي ساعه انت وينك البارح يماك تعرف البارح ما وخميس خمسه وخميس وحاضر محمد وخايب ابليس ايش باش نحكي لك يا امي فضيله الخاطر برشا والعبيد بالصف اعرف شطر العبيد قاعده تستنى البر اسمع وقت الفطور اخذ فروحك بحذايا عامله نواصل بالعصبين وقريت لك حسابك يعيشك يا امي فضيله ربي فضل لك سليمين وخويا الاسبوع بالشفاء والهناء والله بقلب صافي ووافي زيد نعرفك القديده ناناتك راهي معيشتك على الشكشوك ليه عاد حرام عليكم يا فضيله تظلم نانا ساعه البارحه عملنا عشاء قمقو فقسنا عظمه في الشكشوكه متاع ولد البارح اسبوعي قم شي توا الحمد لله عليك يا حليت يا بابا مش منبه عليك ما تسكرش من داخل لو كان صارت لك حاجه وانت راقد يا امي مش تبني ما تسكرش على روحي البيت صبر يجيني سارق ولا في خطيط النوم ابحت ابحت من قدام يبحت صباح الورد والياسمين صباح الخير عم نواوري حلوة ياسر القند اللي زبتاعك اوه شنو هذا ثمة يا اخي شبيه الفرش طايح بيت في الهدود ولا شنو حكايتك هذاك تلقاه يحلم بروحه يعطي فتريح على السيق لا لا هذاك فرش مكسر عنده مدة طونق نفضل نصلحه شنو هو هذا خلي خلي يا امي تنظم بيدي وحدي اوه يا امي فضيله الحل متاع ولدك لازمك تعرس له بمراه امراه فكرونا والله كيما نقول لكم يا فضيله ولدك كبر تشوف سقيه وكرشه هربوا بيه بالله ايش من عرس الطفل هكترا الفرش مكسر يرقد للتسعه انا نعرف شكون اللي تصلح بيه وتهني انا خممت خممت فجر الفوقانيه عايك بين الدار على كيف كيف ماشي شحشنا بين الدار بين برطمان شوفي مازال محلق ويتكلم ويحكي اضرب اشرب قهوتك وبدل يا غلبه نهار نهارين وانا نبدل في الياستيك نتاع السروال وانت تقطع والله حليل نخليها هكا ولا عاد نخيط هيا تحرك لو كان يمشي خوك للبيرو ما يلقاكش نهار كي شوه تخرج شويه تيبعد تيخرج شويه تيقعد يا مشيت تيسيب تيقعد يا مشيت تيسيب تيسيب يعجبك شي في الامان خالد في الامان سي وسيم صباح الخير سي وسيم صباح الخير لاباس لاباس يا عايشك قلت بعد شويه كان تحب نتعدى نظلم لك بيتك شنو نظم لك بيتك نو ميرسي يعطيك الصحه تعبش روحك ولا ما فما حتى تعب سي وسيم قول ايه برك شوف مع خالي لازمني نمشي توا ما عادش بكري سلامه عزة تسمع ومن علاش ما تجيش نظف لي بيتي انتي انتي متغشى عليك انا علاش عملت لك انا على خاطر نسيت لي عيد ميلادي انا ننسى عيد ميلادك عيد ميلادك يجي في الصيف هي ذاك باليوميه السوري اما باليوميه العربي عيد ميلادي تيح اليوم يوم عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد عزوزتي ابعد غادي ابعد غادي قلت لك 2000 مرة ما عادش تعيط لي هكا عزوزت ركبتك يا خيانة ملا اسمع 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 انت
كي تتعذب بعد نظف لي بيتي نعمل لك كادو سكت صغير. ايش تحب تستيش حلي بالغولك الغبر نجيبه لك. ما دام انت حبيت. انا شو نحب يا ربي شو نحب انا تصويرة ابن خلدون. ابن خلدون تعالى فيديو تي ليه يا سبعون متاع العشرة ليف مني قاعدة نجمل باش نشري بورتابل. نسيت لانا استنى في الخبز. يلزمني يدبر العشرة ليف. كي انت مغرومة ببدلك برا من الناتاسيون. شكون يعرف؟ صباح الخير بابا. صباح الخير. هاي جانت تيجي بالحق راسك وجع؟ ولا بالحق بابا يمكن خاطرني صارت برشا البارح. باهي اقعد ارتاح. اما العشية ترجع تقرا وانا تو نكلم المديرة. باهي بابا. يس توا جايب الخبزة؟ ها؟ من قبيلة وانا استنى فيك ما تقوليش وين خبرت؟ لقيت امي فضيله قعدت نحكي معاه قدام البيت. بربي انا نقول لي وين تحبني نمشي ترى. سمعتك تضيحك ثقه بيك راني برويندك يا نهار اللي نشدك بالكمشه. ها صار مش مصدقتني كي قلت لك كنت نحكي انا امي فضيله. برخص الفنجيل قبل ما يجيو الكليونيت. نانا هوايدك تخلي صباع السكر هكا في قاع الفنجانه. اش قابلك لو كان نحطه في الفريجيدير وغدوه نصب لك عليه قهوه الصباح؟ يا لله هذاك من قهوتك البارده. ليه انا ما نقصدش اما نعرفك ما تحبش التبذير. اي ما نحبش التبذير ونص ماله كي جيت مسيبه الماء على البطيخ راني مش مالكه بلاص وسط البلاد. على ذكر البلاص اليوم مش هو النهار في الشهر اي برا دور على الكوري قبل ما يخرجوا يمشيوا لخدمهم. باهي نانا اسمع ابدا باللانتريتي تاع الدوزيام هذاك راهو قابض الماندا من نهار 26. حاضر يا نانا. شوف ها يا نانا شبيك. البيجي والطبيب ما تمشي لهمش تو نتعدي لهم انا عندي ما نحكي معاه. مسيك صارت يوني سيدي خويا. لا مانيش هوني هاك تشوف البيرو فارغ. قل لي سي شباب شبيك جاي مخر ولا تعطلت في السيركولاسيون بتاع الكلوار؟ جاب ربي الاستوديو بتاعك مقابل الخدمه يا اخي. صار سيدي خويا نعرف ان اليوم الصباح ما عندناش رونديفوات راهو. بجاه ربي قل لي بجاه ربي عمرك شريت طبيب يخلط قبل الفرملي بتاعه؟ هاي في السبيطار. اسمع يا خويا اسمع راني رالبال ما عادش نجم كلمتين خفاف باش نقولهم لك. يا تحط مخك في الخدمه يا حذاك الباب. الله يهديك يا امي الله يهديك. فهالدباره اللي قعدت تقاسي فيها قال شنو خوك ما تخليش بطال. اش بيك تنوح سيدي؟ ما سيدي خويا تقاسي فيا باش تردني راه نعرفك ما تحبنيش. شنو رجعنا للبعبوكه من اول جديد؟ باهي سامحني. ايش انت مخر وانا اقول لك سامحني لقيامتك بكري. باهي هكا صفا راضي حلوة. ماذا كنت بحبوك هراو؟ هذيك الحقيقة المرة خطر انا وياك مانيش فرد بو ودي ديما تقرب ويا النقص على خطر مانيش قاري كيفك. شنو سيدي خويا؟ شنو الشونتاج اللي تعملي فيه؟ مانيش فرد بو وماكش قاري كيفي ها؟ ما يزيش نخدم فيك. كاريلك استوديو لاصق لداري ومقابل خدمتك. نكسي فيك من كرشك حتى لطراس شوابعك. ماكل شارب حوايجك مغسولة. كل راس الشهر شريتك صبالك على خمرلين في الادي خارج السكني تريب تولي ملاك وانا ما زلت كاري تحت رحمة الله جنات وباقي مقصر في حقك. وزيد الله امي حاكم عليا كل عيد ميلادك نعمل لك خمسه كاتو ونزيد لك كاتو مش قاهر ودمار هذا. على ذكر نقاش عندك 10000 تصبغ راس العام الجاي.
على انا 10000 تتكلم اللي باش نحيهم لك مشاريتك على الرطار اللي عملته. تيش فما يا اخي دي اول مره راه نجي رطار. تقصد اول رطار تعملوا اليوم يا ودي تسبيك على جرد على سلابس تعملنا قضية بو مانيش عطيك فلوس بوان بار وبرا بشد بيروك لجي باسيون ما يلقاكش فيسك تو يجيب باسيون ايه ريت ربي ريت ربي هالهم هذا هالهم اللي وحلت فيه ني قالك نحط فلوسك في كرني الدخان ما عشتيش يا خويا لا حاشي لا فيلا لا بدار يا خويا نحب نصرف نحب نعيش مادامني صغير هكا وشباب وربي عطيني القبول يعجبك شي زادة خويا هاي الامور منظمه ومباتشي مفلاش وفيه كود جديد 25 هذا الكود الجديد نتاعو لا لا 25 دينار كيفاش 25 دينار علاش يا خويا كيف سوق النص بيج 15 دينار برك يا ودي جبات النص بيج شكون ينجمهم هذاك باش يجيو نهار يهبطوا الساتليت يباتشيو ويعاودوا يرجعوه باه خويا تعرفش كيفاش هذا 20 دينار ما يسالش اما شقايا ما عادش نحطه هون يا سيدي مرحبا بك في كل وقت الا جنات مدبيه كل صباح تجي تصبح علي وجهك مبروك عاد نصبح عليك انا ويزيد يصبح عليك الكاري اللي مخبيها عليا مش ياسر عليك سي ماتريك ماتريكس اكس الناس حبيبي عيطولي البيجي ماتريكس والناس البراينيه يعيطولي سي البيجي ملا سي البيجي البراينيه يقولوا لك اللي هما فاقوا بيك كيفاش مسكن عندك كلوندو كلوندو هذه كلمه بالعربي ولا كلمه تاه بسم الله نتاعك تنكر تنكر اللي انت مسكن عندك اتيديون يلا ما ننكرش هو لن موش كلوندو وما هيش كريه من تحت كريه هذاك ولد اختي جاي يقرا هنا في الطب البيطري فيترينير وسنه يتخرج وعاد كبير خرج مشى يكري مع صحابه ما لها ونبه عليك لو كان يطلع لاتيديون ما يقربلكش نزيدك 50 دينار في الكراف وانتي كما تطلعش كموشة تقرب لك نتخاطر معاك مالا كموشة تقولك اطلع بهم يلا ما عنديش وقت لا لا يعيشك يا مدام حنان ما تجي ما تجينيش توا يعيشك مالا جامسي كازي امبوسيبل ها ولا جوندا قدامي معبي مالا اي لا 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 ولا ما لا لا الكام تاعك مش رجع والله انا نعرف اي هنا نخدموا عنا مديده توا انا بدينا نوصلوا الحل بطريف بطريف اي الرونديفو نتاعنا وقتاش جمعتين اخرين جمعتين اخرين ما نجمش تقبل قبل يا ما شنو هذه شنو رونديفو بالسيف هذه ومرتي بدات تشك من غاديكا تطلعش زاده هذه لانفومان يا ولد خوك هوني شكون خويا سيدي خويا اي وقف في البيرو داخل شنو باقي نشف ذبان كيف العاده لا لا حتى ذبان ما خذيش رونديفو اليوم انا دخلت شكون اش بيك يا مدام جنات مو لاباس دخل عليا هكا اش بيك تفجعت لا راه خاطر كنت غاطس نخمم شنو هي المصيبه اللي باش تعبت عليا على الصباح هكاك وسيادتك دخلت بالحق قالوا لي امورك مش ماشيه مليح الايامات علاه يلا ناوي تنقص لي في الكراهه هكا سي سليمان هكا تنبس فيا قوش عليك تعرفني من البارح تي عشرة يا راجل عشرة رانا لا خاطر جايان كبير دك راس الشهر في إنا يا أما زادة في الكراه وإلا طلع جديدة قليتي زادة وليت تقرأ في الفنجان وتشوف الكارتة كيفي لا يا لنا علمك رسميا اللي العلم متاعك ما قريتوش أنا أما قريت عليه أمي لقلبك خبيرك على خاطر فما شوية من هذا وشوية من هذا ربي قدر الخير سي سليمان قبل ما نبداو نحكيو يا مدام سامحني ما كنت القهوه مكسره وساشيات التاي وفاو تحبش كويس ما لا 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 بارك الله فيك بارك الله فيك حبيت نقول قبل ما نبداو نحكيو كنت خلصني في كروات الشهر اللي تعدى كروات الشهر اللي تعدى بربي قول لي شبيهم نشره في بلاصك فيسع ما يتعداو انت عزة حل عندي ما نحكي لك يا عزة بشوية وجعتني حربت هالدنيا بالدقان منين خرجت انت؟ خرجت من الشبيك وتزرزحت من الميزاب وجيت مدروش فيسا شو تحب؟ اي جبت الكادو تيجيش تسمعوا انا جيت شو نسألك على الكادو العشرة في المشنة ديالك شو بيها زيدة؟ عمي تعرف الطيب تاعها بعد ننقض قدامي حسد شبيك تغششت حسد شبيك تغششت تفضلك معاك يعني
بعد ما تكمل الخدمة نجيب نهدي لك 10,000. أمي لك تهدي لي الكادو وقتها أحكي معايا وتوقنا حيدك خليني نسكر البيت. أمي لك ما تفهمنا بعد الكادو تتعدى للستوديو عندي 70 غبرة. إلا ما نصدق إلا ما نعلق. وش خص وش خص عندي؟ شنو شنو؟ لا هذه قلت له مسكت وعاد. بالله سامحني يا مدام. عاود 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 ما سمعتكش بالكدا. انا وياك نتقاسموا السلطات بتاعي. انا مدام راني طبيب تطبيب انا وقع انا عادش بي. انا الخاطر عليا برشا برط ميني صغير. وزيد انت ما عندكش برشا كليونات. مره بعد قديش نقاش واحد يستنى في الصاله هكا تو الكليونات البخوخ نتاعك انت يستناو في الصال داتونت نتاع بسيكو ثيرابيت بسمعته بقدره. لا محسوب اللي يسمع يقولوني وصلت. يا اخي عيبه كي كليوناتي انا اكثر من كليوناتك. بالله عايشك يا مدام نحب نصحح لك معلوماتك اون فوا بور توت. انا الكليونات اللي عندي ما اسمهمش كليونات، اسمهم دي باسيون. وكان جد دنيا دنيا كليوناتك انت راهم كليوناتي انا قبل ما يكونوا كليوناتك انت. باه كيما حبيتش على الصاله داكوردو فمحل اخر. اسبوعي يخرج من الاستوديو ناخذوا انا نعملوا سال داتونت مثخمه ويا ناس ما كان باس. اي لا لا اسبوعي وين يمشي؟ برطمانك تبارك الله واسع وعريض يولي يسكن معك في الدار. اسبوعي يسكن بحذايا انا في الدار؟ اي يخش بيني ناقص انا. لغان ما عنديش حل اخر. وكان على صاحبك الباجي ماتريكس ما يساعدنيش نخرجوا من حانوت ورا حب لي برشا هبوط. اش قعد كونش نزيدك في الكراء. اكاكا نجم نفرغ البرتمان نتاع الطاق الفوقاني. لا 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 بارك الله فيك زيد الكراء خليه عندك. باهي انا داكوردو حتى نقسموا السال داتونت بتاعي وتنشوفوا هالتخليطه هذه حمص وزبيب اش باش تعطي. تفضل هاو شويك بتاعك. شو محلاه كيف يرجع لك شاهد العقل. مالا تفهمنا. انا جيت. اهلا بيك. سامحني يا امي فضيله جيت بكري. اما ماك تعرف ما نتفضل كل وقيت هذا. ايجا معايا للكوزينه صحنك حاضر والعصبانه مازالت سخون. طنطا شبيك يا سبه جيت بكري. ما تقوليش شميت ريحتها يا اخي جيت تجري. انت ديما فاصعه من المكتب. وش فاصعه طنطا؟ غيب اخترني مريضة عندي سخان. عندك سخانة البشكوت وذي طوي نعيدك سخانة. قل لي امي ويني؟ في الكوجينة بحدها مع عزة. مش عزك اللي الطفلة اللي تسكن عند خالتك جنات هذيك؟ هذيك هي كالي نهار كل انتي تجري وراها. اسمع طوطو شي تدخل الكوجينة حكيت عليك. يصيع والله حكيت علي. قولي قولي ما شقلت لك. ما تفكرش مانيش مركزه. فاطمه خذني ركز معايا وقول لي شقلت لك وانا رشر نعطيك دينار. شيء باقي ما تفكرتش. فاطمه نزيدك دينار اخر. اتذكر اتذكر وقول لي شقلت لك. حكيت على الحسبانة قلت من الصباح وهي تفكر فيها. اسبوعي اش تعمل هون؟ لا شيء جعت قلت نجي نعمل تحريشة. ما فماش فطور تو برا رجع اخدم مع اخوك. يا امي فماش كليونات الصباح وانا مع الدار تكي قلت نعمل حتى قديمة كيف الكوجينة ونرجع نخدم. ماني قلت لك ليه؟ من بعد نفطروا مع بعضنا كالعادة. أمي نقاش عندك 10,000. إيش باش تعمل بيهم؟ نخبيهم. هم مخبين هنا. بدك تغسلي مين؟ لباسة؟ لاباس عليا مدام. شو مدام؟ هي ما عرفت إلا ما جيت. قعدك شي سبب معايا دكتور غفلقت روحي طلعت قلت يلزمني نشوفك. داكر هاك شفت. هاي تفضل مدام تو نحكيو.
تفضل 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 تفضل. يعيشك يا مدام، قديش قلت لك من مره الحاله اللي تعيش فيها هذه حاله طبيعيه برشا، هذا كانت من الفراغ والوحده اللي تعيش فيها ملي راجلك هج، فانا نقصد غادر العش الزوجيه. وانا قعدت كالعصفوره اللي جوانحها مقصوصه. نحب انتي، نحب نعيش، فهمتني دكتوره؟ وهو كذلك، وهو كذلك. دقيقه برك نجيب لك الملف نتاعك من البيرو نتاع الفرملي. تي وين الفرملي نتاعك؟ باقي ما يسمعش كلامك. الحق الحق، تي ياسر جونتي، سي با نورمال. شنو جونتي؟ مانيش جونتي، ماني جونتي حتى طرف. اما جوست بعثتهم شال البوستة السخطه هوبطا باش يجيب لي كولي. دقيقه برك اقعد دكتور. ها سيدي خويك، ها مدام حنان مرحبا. عالسلامه. ما طول عمرك، توا كنا نحكي عليك. اش عملت في البوستة؟ انا بوستة. البوستة الكولي اللي بعثك باش تجيبه. كولي دي الكولي. هاي مشيت مشيت. اش عملت سيدي خويا؟ البوستة قالوا لي لازمك تجيب 10000. 10000 تاع شنو؟ باش نخرج بيهم الكولي. 10 باهي طنط عدلهم انا العشيه نجيبوا الكولي. لا لا توا حاشي بيهم انا. هما حاشهم بيهم ال 10000 خاطر يفوت الاجل نتاع الكولي. يوليو يرجعوه يلزم 10000. هيت هيت. فوالا وطنوري برا جيب الملف تاع مدام برا طنوري. سامحنا مدام، وين وصلنا؟ طاطا شكون انت؟ هاك جيت. اي جيت تبارك سلامي يا ميا. اي 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 هات خمالي في بيتي تاني ديالك. امي 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 اسكت تبيك ترشقت كي نحاس. اسكت اسمع فطوم، هاوش سيدك دينار معك زوزي ولاو 3000 تاخوهم غير شهر تمشي بعضها امي امي تلهيها بالحديث تقعد انت وياها ما تجيوش الزوز تفهمين؟ اوكي طاطا حريك تفهمي في سحبك. اختي زينب زاد شو جايبك توا؟ شنو؟ نعلمك يا بابا اللي هذه داري ونروح لها وقت اللي نحب. وانت ساعة اش تعمل هوني وقت الخدمة؟ ها؟ سيدي خويا طردني كي جات بحذاها مدام حنان. انت عرفتها ماما مدام حنان؟ تيك المرأة مزيانة المطلقة. هكا كل ما تقلق تجي بحذا سيدي خويا زعما زعما بريدة وعندها رونديفو. صار هي مازالت تجي. مش نبهت عليه مع جيه الكابيني؟ توعد اختي زينب كيفاش؟ كليون تجي هو يطردها ولا ما تجيش؟ ما تنقول لك فيه. عيش هنا اقف اتكلم فيك توكل يا شبك هكا داخل عليا اون بلين كونسلتاسيون مع مدام حنان تسمع في كلام اسبوعي ما نفهم شيء نبهت عليك الف مره قلت لك وقت اللي تعدي على مراه خلي باب الكابيني محلول تو بهيشي تو تو كلام هذا ها المراه مسكينه يعلم بها ربي كيفاش جات وتشجعت باش تفرغ لي قلبها نقوم انا نحل الباب باش اللي يجي يسمعها خايف عليها ولا حرقك عليها الحليب يا بنتي يزي من الفضايح قدام الناس سامحوني يا جماعه دقيقه بركه طنطلها بكم احلى جيل مدام جنات سيي دقوا شقوا بديتوا تجيوا تري بيان باهي يلا برا مشيش الدارك اذا فما مفاهمه من بعد برا عسلامه مدام شهية طيبه يا شبيهه حسه شبيك
تحب فيسا؟ نحبك تدلي بيا. انت تدلي بالبيت في عيني. جبت لك الكادو. انت هوني مصبح وانا نستنى فيك، ما تقوليش من كنت. شنو اللي بخبي وراك؟ شنو اللي وراك؟ شيء. لا وريني. على شريف لقيتهم طايحين في الكولوار، جيت سلت عزة قلت له تعرف شكون طيحهم من كلوزة. شد الدار. وانت مادام لقيتهم طايحين في البلاص نتاعي معناها نتاعي. في الأمان. وبربي سمحنا على الازعاج. هي عايشك ما صار حتى شيء، اما بربي ما تنساش الرونديفو نتاع غدوه. عايشك اي بالطبيعه. هاو سي اسبوعي عطويت لها بيك. هاي في الامان. هي عايشك بربي يا مدام اختاري ملبوس. باهي ما صار شيء، خليهم الغدوه. سلامه. في الامان. اسبوعي اجاني هوني. اجا نجي يظهر لي عندي ما نحكي انا وياك. شوف لي حل.